على الرغم من أن مرسين فيها آثار للعديد من الحضارات مع تاريخها وطبيعتها، إلا أن السكان الأكثر ولاء في المدينة يواصلون الحفاظ على ثقافتهم البدوية على قيد الحياة. وصل طعام السكمة الذي امتد من هذه الثقافة إلى حياة المدينة بنكهتها، إلى نقطة مهمة للغاية لا يمكن تذكرها باسم مرسين، يتم تحضيرها عملياً عن طريق إضافة مكونات مثل الجبن والقريش والبصل إلى العجين الأصغر والأثخن من العجين، الذوق الذي يأتي على الطاولة من ثقافة اليورك. سيكما